صباح الخير. صباح النور يا فن. كنت قريت في الجورنال ان انتوا عاملين عرض تحفه، ان انا اخد اوضه عليها اوضه فري. بالظبط يا فن، بس انا شايف حضرتك لوحدك، يعني حضرتك هتحتاج الاوضه الثانيه دي لمين وعشان ايه؟ لا انا عايزه الاوضه الفري بس يا فندم. عايزه الاوضه الفري بس. نعم نعم الله عليك. طب استاذنك بقى ثانيه واحده عشان اخد المهدئ بتاعي. لا ما هو انا جايه تعبانه، مش هستناك تاخد المهدئ بتاعي عشان اعرف اتعامل معاكي. انا جايه تعبانه ومحتاجه ارتاح. بقول لك عشان اعرف اتعامل مع حضرتك محتاجه ارتاح. خلاص مش مهم انا ارتاح. وانا اسف جدا يا فندم، مع احترامي الكامل لحضرتك، ما ينفعش تاخدي الاوضه الفري من غير ما تاخدي الاوضه اللي بفلوس. يعني ايه ما ينفعش؟ ده كان اعلان مضروب؟ انتوا بتضحكوا على الناس وخلاص؟ ابلغ شرطه السياحه تيجي تشمع لكم المكان ده كله؟ بتضحكوا على الناس يا فندم؟ يا فندم اهدي بس شويه، احنا في اوضه محترم. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ المحامي بتاعهم؟ لا يا فندم، انا المحامي مستر فارس صاحب الاوتيل والمدير العام. اهلا وسهلا. انت بقى اللي بتعمل اعلانات مضروبه؟ انت اللي عايز تبوظ السياحه؟ ابلغ شرطه السياحه؟ بالراحه بالراحه، بس هو عشان مش هنقعدك ببلاش يبقى الاعلان مضروب؟ يا عم اهدى شوية، دي ممكن تكون صاحبة النصيب. شكلها صاحبة مشاكل. اهدى. بقول لحضرتك ايه، انا مش شايف مع حضرتك حد، يعني لا جوزك ولا ماما ولا خطيبك مثلا. انا لا عندي جوز ولا خطيب، وماما مريحة في البيت، وانا جاية رايحين عشان اعصابي تعبانة، وهاخد الاوضة الفري. يعني هاخد الاوضة الفري؟ من حقك طبعا يا فندم. طبعا ميرسي قوي. طبعا الاكل ببلاش؟ لا الاوضة ببلاش، الاكل بقى بفلوس. عيب قوي، عيب لما تبقى صاحب الاوتيل والنزلة بتوعك يجوعوا. ايه هتنزلونا عندكم وتجوعونا؟ ابلغ شرطه السياحه بقى. طبعا يا هانم ما يصحش، والله ما يصح. الاكل عندنا فري، الهاتي زي ما انت عايز، بوفيه مفتوح فطار وعشاء. لا 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 ده كده كتير بقى. حضرتك قلت فطار وعشاء، وبالنسبه للغدا ما تغداش؟ اجوع اموت؟ لا الغدا على حساب حضرتك، انا ما شفتش كده قبل كده. هو قال حسابك؟ امال كانك سمعتي حاجه. الغدا كمان على حسابنا؟ لا ده كتير قوي بقى يا جماعه. اسكت شويه ما تطيرش عروسه لحيلتنا. عروسه ايه؟ مش باين. لو سمحت يا كابتن. لا بس بلاش اداء التناكه ده، عشان مش لايق خالص على لبس صغير على الحب. عايزه ايه؟ اخلص. حاضر. مفتاح الاوضتين. مش كانوا اوضه فري؟ فجاه بقى اوضتين؟ هو انتوا مش كاتبين ان الاوضه عليها اوضه فري؟ ولا احنا بنقول الكلام وبنرجع فيه؟ لا 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 بصي حضرتك لحظه واحده، ايه رايك تاخدي الساعه كمان؟ اتفضلي. عامله كام دي؟ دي جايه تقلبنا. ماسيو سي لا كانتالوب. ده كانتالوب؟ يا سلام، الله يسلم كانتالوبك، احلى كانتالوبك شربته في حياتي. ايه ده انت؟ في ايه؟ انت فاقد الذاكره ولا ايه؟ انت؟ انا ايه؟ انا شفتك قبل كده. لا 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 ما اظنش خالص، ما اظنش. لا شفتك. لا ما اظنش خالص يا سيدي. عايز ايه؟ مش انت اللي جيت فرح مستر فارس؟ انا؟ ايوه، حتى بالاماره قلت لي انك ميكس قرايب. أنا ميكس قرايب؟ أيوه. لا 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 أنا ميكس فراولة وده معروف. أنا مش بهزر أنت والله. سيبك أنت، أنا عايز أعرف أستاذ قنديل عمل إيه بعد ما الفرح باظ؟ مسيو قنديل الله يرحمه. لا ما تلاقوش بإذن الله خير، بس أنتوا شوفوا دكتور محترم. إيه؟ بقول لك مات. مات؟ أيوه. مات إزاي؟ مات إزاي؟ تعالى هنا، مات إزاي؟ ده إيه ده بالراحة؟ ما ينفعش يموت، ده لو مات أقتله. ما تعملش في نفسك كده، بس والله عشان دلوقتي قريب يموت. نهار أسود، قنديل مات. مات والله. قنديل مات. يا نهار أبيض. قنديل مات يا ناس. جاي لك يا قنديل. يا دكتور أمجد. قلبي. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. اتفضل يا هاني، خش برجلك اليمين. منورة الأوتيل كله والله. يا اهلا، احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد. اتفضلي يا فندم. هي دي بقى الاوضه اللي انتوا متشمللين عليها وعاملين عنها الاعلان، وخد اوضه تاخد الثانيه هديه وكده؟ الحمد لله على السلامه يا هانم. طيب منوره الاوتيل كله يا هانم. ده منور بوجودك ويفيد به وجودي اذا كان وجودي زي عدمه. اي خدمه؟ ايه العمق ده؟ يعني انا بقول لو حابه تغيري عمله فتديني فلوس عشان اغيرها لك عشان التبس. انا اغير عمله واديك تبس؟ الاثنين؟ انت عايزني انا اغير دولارات؟ والله لو حابه تديني التبس بالدولار يبقى كتر خيرك، وكله من ذوق حضرتك، انا بقبل كل العملات. انت طيب قوي. ميرسي. لا بجد طيب. انت اسمك ايه؟ سعيد. انا اسعد. ربنا يخليكي، ولو حابه تدفعي بالفيزا انا جاهز. انت معاك مكان الفيزا يا سعيد؟ ومعايا كروت شحن جميع الخطوط بسعر التكلفه. انت صعبت عليا قوي. اعمل ايه؟ ما هو غصب عني. حب ما تعمل لانك لن تعمل ما تحب. لا اله الا الله.
طب يا سعيد غير لي 10 دولار بسرعه. من عيني. بسرعه يا سعيد، بسرعه يا سعيد. حاضر يا فندم، حاضر. اتفضلي يا فندم. لا لسه 10 جنيه. ما معيش فك يا فندم. خدهم بقى من الريسبشن وقول لهم يلفوها على حساب الاوضه عندي. ايوه يعني حضرتك هتدفعهم لي دلوقتي ولا وانت خارجه؟ انا مش فاهم. سعيد، سعيد الاوضه ببلاش، يعني كل حاجه تبعها ببلاش. معروفه. حاضر. مع السلامه. حاضر. سعيد ال 10 جنيه. حاضر. فين؟ رحت فين؟ رحت فين ايه ونيلت ايه؟ ما انا بتلقح جنبك يا دكتور اهوت. يا فندم انا مش بتكلم على حضرتك، انا بتكلم على مخي. اصل انا مخي مشتت ما بين ان عندك ازمه قلبيه او ازمه كلويه. ازمه كلويه ايه ونيلت ايه؟ انت دكتور ولا فرارجي؟ ما تتصل بالاسعاف يجي يلحقني احسن. يا فندم اسعاف مين؟ انت فاهم الفندق ده غلط، دول مش لاقيين ياكلوا، لو معاهم فلوس كانوا جابوا دكتور بدالي. لا حضرتك ما تفهمش غلط، قصدي كانوا جابوا طقم من الاطباء يكشف على جميع النزلاء هنا في الفندق. يا نهار اسود ام نايل، انت تقصد ان هم على الحديده بيلحسوها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه؟ في ايه؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ في ايه؟ لا 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 حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا 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 اطلع اطلع على الشزلونج كده، اطلع على الشزلونج. لا لا ما تقلقش ابدا ابدا ابدا، احنا كاطباء بنحب نشخص المرض بعد كده نوصف العلاج. حضرتك خريج طب؟ لا انا خريج زراعه قسم خلايا نحت. المهم بقول عليك. لا لا ما تقلقش باذن الله خير، ما تقلقش. قول لي مش فارس المفروض ورث جده؟ ايوه يا فندم، بس في مصيبه، في وصيه. فارس لازم يتجوز في خلال شهرين عشان ياخد تلت التركه. تلتها يا نهار اسود منيل، تلت التركه؟ طب والتلتين التانيين؟ ديون بتلتله. ديون؟ طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ده المفروض فارس هو اللي يعيط. اتسحلت مع حضرتك وزمان البوفيه خلص. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ما تقلقش هتلحق البوفيه، انا هكتب لك بس على شويه مقويات وفيتامينات تاخدها بعد الاكل باذن الله تمام، وتجيلي يوم الثلاث اكشف عليك تاني وباذن الله خير. يلا 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 قوم 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 عشان تلحق البوفيه. يلا يلا اتفضلي. حلو كده؟ ما كان من الاول مرضيه كده يعني؟ مساء الخير. بقول لك ايوه، لف لي بقى بين الاكل ده تكوننا. هو فين يا فندم الاكل اللي لفهولك؟ يعني انت حضرتك منظفه الاطباق اكتر من غساله الاطباق اللي في المطبخ. لا في اكل وركز هتلاقي ان في اكل. اكل ده ولا مش اكل؟ لا اكل اكل. اكل الف لها البقدونس يعني؟ يا عم خش هتلاقي اكل من المطبخ بقى. يلا خلص. يلا الصبر يا الله. هي العيله كانت معاكي ولا عازمه حد يعني؟ هيعقل انتوا اللي عازميني طبعا. اصل شايف يعني كوبايه عصير كتير وكده. لا ابدا، اصل انا طلبت من الجرسون المغفل ده قلت له عايزه عصير كوكتيل. تخيل يجيب لي كوبايه واحده فيها كل الفواكه على بعض. عك، وانا اكتر حاجه بكرهها في حياتي العك. امال الكوكتيل بتاع حضرتك يعني بيبقى عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف كده، هو كل فاكهه لوحدها وانا اقلبهم جوه. اطلب لك كوكتيل؟ لا 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 مفيش مكان على الترابيزه اصلا لاي حاجه. انا سالتهم في الريسبشن، انت ما سبتيش بطاقه. أنا معيش بطاقة. ليه؟ والله أنا رحت أطلع بطاقة، خدت الخطوة يعني ورحت أطلع بطاقة، لقيتهم هناك بيقولوا لي عايزين 30 جنيه تمن الاستمارة. أنا ما طلبتش استمارة، أنا كنت عايزة البطاقة. فمشيت. قلت مش مشكلة يعني، أنا كده كده ما بستخدمهاش كتير. طب على الأقل أعرف اسمك إيه؟ حاتمة. نعم؟ حاتمة الطائي. مؤنس حاتم الطائي. بابايا الطائي سماني حاتمة علشان كان عارف كويس قوي ان انا هطلع كريمة. لا واضح جدا، واضح. تصدق بايه؟ لا اله الا الله. فلوسي كلها ضايعة على صحابي، كلها. انا ما بهتمش بالمادة، اخر حاجة بهتم بيها هي المادة. لا ما هو باين باين. حضرتك ما فكرتيش تتجوزي؟ فكرت. فكرت وبالفعل كنت مخطوبة لشخص قذر. نعم؟ بخيل، جلدة، معفن، منتن، مقبر. مقبر؟ مقبر.
تخيل كان عايز يديني المهر وانا اللي جاهز. المفروض ايه اللي يحصل يعني؟ لا، العرف بيقول ان هو يديني المهر ويجهز. فايه اللي حصل يعني؟ عمل كده بصراحه، ما اقدرش انكر. اداني المهر وجهز، جاب العفش كله، دبهولي عفشي، بعته، اتضايق، سبته. مقبر. انت محير نفسك ليه؟ على فكره والله انا لو منك، لو اخر ست في الدنيا ما اتجوزها، والحمد لله ان في ستات غيرها يعني. والله اول مره تقولي حاجه صح. انا حاسس انها ممكن تأجرني انا كمان من الباطن. شفت؟ ايه يا حبيبي؟ لا يا راجل، بتتكلم جد؟ فاضل 58 يوم؟ ايه ده فاتك 58؟ ميرسي قوي يا سمير، ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ما تحرمش منك، شكرا انك فكرتني. الايام بتجري يا اخي. ده لو فاضل 58 ثانية برضه مش هتجوزها. صح. انا مش فاهم انت ليه شايفها بخيلة. امال انت شايفها ازاي ان شاء الله؟ حريصة. تعرف قيمة القرش، يعني لما تتجوزه هتحافظ على فلوسه. دي لو خلت معايا فلوس اصلا. قلبي في الليالي يا معذبوه، جم يحلوها لي قاموا شنكلوا شنكلوا. قمر يا مستر فارس، قمر. والعروسة الجديدة كمان قمر. ومناسبة سعيدة يا فندم، أنا عملت طبق الفاكهة ده لحضرتك والآليسة حتمة بإيدي عشان خاطر نعلي المود، وبإذن الله نتجوز بقى ونخلص الليلة دي على خير. أستاذ حضرتك يا فندم، هنقوم تاخد مني الطبق وبنفسك تروح لها الأوضة تديها الطبق. حركة شاكة وأنت أبو الشياكة. يا نهار أسود، أنت اتجننت في عقلك؟ أنت عايز مستر فارس بنفسه يروح لها الأوضة ويديها الطبق ده؟ ابننا غالي يا حبيبي. وما يروحلهاش ليه؟ ما رحناش ليه بس يا ادهومه؟ مش خطيبته حبيبي؟ ايوه بقى، ينصر دينك يا متر. يا عم فكت ايه اللي اخدها لها؟ دي شاربه لغايه دلوقتي يجي 10 جراكن عصير، ده غير اللي خدته تيك اواي. يا ساتر عليك يا اخي، بص لها كمان في اللقمه. يا اخي نفسها اتفتحت لما شافتها. على فكره يا فندم، ده قمه الحب. اطلع من نافوخ انت اهو، انا مش هروح لها. انت فكرتني يا اخي، البنك بعت لك جواب بمدينياتك يا معلم، يعني فيها حجز على حبس، خلطه كده مش فاهم بصراحه. برضه مش هروح لها. أنسة حاتم. حاتم مش حاتم؟ ما تفرقش كتير، ده كومبلمنتري من الأوتيل. بكام ده؟ أنت ناوية تبيعيه هو كمان؟ اتفضل خش حطه جوه، حاسب راسك وأنت داخل وكار. إيه ده؟ أنت عندك فرح؟ أنت معلقة باكيتات الشاي كده ليه؟ عشان ما تكمكمش، وبعدين عشان لو صدعت ولا حاجة ألاقي شاي أشربه تاني. لا جديدة. ها ما قلتليش رأيك إيه بقى في الأوض بتاعتنا؟ لطيفة مش بطالة، بس هي فاضية، ما فيهاش أي رفاهيات، ما فيهاش كماليات، سرير فاضية. أول حد يقول لي التعليق ده، غريبة. لا هو الغريب إنك تجيب لي طبق الفاكهة ده بنفسك لحد هنا. في إيه؟ لا يعني كان في ميس أندرستاندينج تحت في ريسبشن، وأنا جاي يعني أصلح الموقف، وبعدين كنت عايزك في الموضوع. هنا؟ لا 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 مش لا تحت تحت في الجنينة. هنعمل ايه في الجنينة؟ لا مش قصدي، يعني قصدي في الكافيه اللي في الجنينة. ماشي، مين اللي هيحاسب في الكافيه؟ انا صاحب الاوتيل، وبعدين يعني من ساعة ما جيتي حاسبتي على اي حاجة؟ صح. طب اتفضل انا هحصلك. على فكرة انا صاحب الاوتيل مش ويتر. ساعة وحصل، حاسب راسك وكبر. أقول لك خبر حلو؟ فارس قاعد دلوقتي مع حكمة بيوضبوا تفاصيل الجواز. يا رب يا رب يتجوز عشان خاطر تفوق لي بقى. مين دي؟ لا ما فيش حاجة يا متر، كمل كمل. لا أنا عامل لك خطة 36 على 12 بني برباط محكمة. لا لو بني برباط يبقى أكيد محكمة، أنت مالي إيدك ولا هرف ده يا؟ مالي إيدي إيه؟ ما كل حاجة جاهزة. سه المأذون ستاند باي. حلو. والنهاردة إن شاء الله فارس هيتجوز حد حي أو ميت. إن شاء الله إن شاء الله، قول يا رب. بقول لك أهو. لا تمام. وطبعا قبل ما يقفل عليهم باب السويت
تكون انت يا متر خدت عمولتك. ها ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده عينك دي فيها ايه؟ طب ما انت يا عم هترزق، تروح تقول لها اتجوزيني وساعتها هتقول لك ماشي، هتوافق لان فارس هيكون اتجوز ماشيه معاك. ومين دي؟ على بابا. واضح ان انا مفضوح. طب مش هتبقى ايدك يبقى مقضيه ان شاء الله. يا انسه فريده، الغلايه اللي في الاوضه عطلانه وانا عايز اعمل كوبايه شاي. اي كوب من التين. غليت ايه؟ انت ليه معادك لحد دلوقتي اصلا؟ ومش الفرح باظ امبارح؟ بيقولوا في جوازه النهارده والمتر غلاب قال لي اقعد، واليوم ب 500 جنيه مش بطال. اي كويس. وشغلك اللي في سفاجه؟ ما هو بيقول لي هيجيب لي العرايس هنا. اي هنا كده تمام. يا سعيد تعالى لي بسرعه. ايه مولانا ناوي يدفع بقشيش؟ بقشيش؟ انه رشوه، استغفر الله العظيم. ايه يا مولانا، هو البقشيش ما بيتكسبش على رجاله ولا ايه؟ مولانا خرمان في كوبايه شاي، اعمله بقى شاي من اللي انا بديته لك امبارح. يا نهار ابيض، ما انت عارفه الشاي ده ما بيطلعش لاي حد. احنا عندنا عزم الاستاذ، احط له كام حبايه منور. سكر، سكر دايت. احب الدايت. حبوب سكر دايت. تمام تمام يا يلا بينا يا مولانا. الى اين؟ هعمل لك كوبايه شاي 50، يمكن تحن عليا وتديني 50 بقشيش. اذا اردت البقشيش ساقول لك ما فيش. هيا. الله يخرب بيتك يا عنديل، كده تعملها فيا تفقعني الزومبا دي وتفلتح. اجيب الفلوس دي منين بقى؟ ده الباشا، يا نهار اسود ومنيل. الو، ايوه سعاده الباشا، انا كويس الحمد لله، بس في خبر وحش عايز اقول لك عليه. قنديل 19 تعيش انت؟ مات فلسه. ما تقلقش يا باشا، في فارس 19 ده احد الورثه وهو اللي هيسدد الفلوس، بس ربنا يستر ويبقى فاله احسن من كوفيد 19. حاضر يا باشا، بتشتم ليه؟ حاضر، انا هتصرف. سلام يا باشا. يا نهار اسود، اجيب فارس ده منين؟ ادور عليه فين؟ اكسكيوز مي، وير از ذا ريستورانت؟ وير از ايه؟ ريستورانت. ريستوران؟ عناية يا قمر، نقول لك على الريستوران. ريستوران از نوت هير، ريستوران از ان ماي روم 5252. كم ويز مي وي ويل ريستراكشر مع بعض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت يا استاذ انت بتعمل ايه؟ ويت هير، معلش في حاجة غريبة دخلت علينا. اسكت، انت بتعمل ايه؟ عايز ايه انت يا عم؟ مالكش دعوة بالجست بتاعي. انا ماليش دعوة بالجست بتاعك، الجست بتاعك هيجي عليا ضيق على فكرة. انت بتقول ايه؟ اسكت اسكت. باردون مادمازيل، لا ريستوران از نوت دلوقتي. اوكي ويت ويت، بتشتها ليه؟ حرام عليك. استنى، انت تعمل ايه؟ في طريقه معينه بنتعامل بيها مع الجست. بجد والله؟ ايوه. معرفش والنعمه. ايه ده؟ ده ايه الطريقه دي؟ انت عايز تتعلم يعني؟ عايز تشتغل؟ لا مش مشكله، اديني فكره. بص لو عايز تشتغل انت ممكن تيجي لي انا هنا، يعني الاتش ار. الايه؟ الاتش ار. لا حول ولا قوه الا بالله، وجالك منين الاتش ار ده؟ يا سيدي ده مش مرض. ما طبعا شمس طبعا ورمله. لا اله الا الله، اسكت وافهم. انت شكلك عايز تشتغل، انا عارف وانا هقف جنبك. انت هتجيلي؟ بص اول حاجه ده مش وقت الريستوران، الريستوران دلوقتي مقفول. امال ده وقت ايه؟ ده وقت الدونس. وقت ايه؟ انت يدفع على حته ربح بقى الدونس. ده ايه الدونس ده؟ اللي هو الله دونس. ايه دي كيتو ترافاي في دي دونس. انت بتضحك على ايه؟ اصلك شبهها. ايه دي؟ اصل انا عندي سماعه شبهها كده، تقعد تقول ميك يا 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 يا. سماعه ايه بس يا اخي بقى؟ والله كان شبهك. ده فن، ده فن. فن ايه؟ ايوه الله. يا اخي اسكت اسكت. اصلا شبهك قوي. اسكت وتعلم. يلا. بجد والله؟ والله. ماسيو الى مادموزيل. الله دونس. يعني انت عايزنا نتجوز الليله دي؟ ما هو انت لو استنيتي لبكره جاي زعقل واصرف نظر.
بس انت كده فاجئتني. على فكره انا مش متمسك قوي، يعني تقدري ترفضي وتبقى جت منك. طيب انا هاخد مهر 100,000. اوكي مفيش مشكله، شبكه زيهم ما اختلفناش. وطبعا انت شكلك من نوع الرجاله الحمش اللي مش عايز مراته تشتغل، فاديني مرتبي اللي كنت باخده من الشغل. بصي مش حمش قوي يعني، بس هو انت بتشتغلي ايه؟ كنت جاي ادور على شغل يعني، بس الله. كنت هاخد كتير. عادي هديك اللي انت عايزاه، بس خلي بالك انا مش هتجوز من غير فرح، دي ليله العمر اي بنت في الدنيا بتستناها. حقك، احنا نكتب الكتاب واعمل لك الفرح اللي انت عايزاه. يعني ما عندكش مشكله في المبدا؟ لا طبعا عندي مشكله في ايه؟ ايا كانت التكلفه. ماشي ايا كانت التكلفه. طيب حس كده بقى، انت ممكن تشوف الفرح هيتكلف كام وتديني حقي نشف. يا نهار اسود، هو انت مش قلت ان دي ليله العمر اللي بتحلم بيها اي بنت؟ ربنا يدينا ويديك طول العمر. مفيش مبدا يعني. في حاجه كمان، شهر العسل. ماله ده الاخر؟ انا كان نفسي اقضي شهر العسل بتاعي في امريكا. الاحلام جميله على فكره، بس انا بقى البند ده بالذات حاطط له خطه تانية خالص. انا كنت مخطط ان انا اسافر جمصه، والرحله دي هتتكلف حوالي 1200 جنيه. تاخدي ال 1200 جنيه ولا تطلعي جمصه؟ طب خليهم 2000 ومش هنختلف. تشخير وجايب لاخر الاوتيل. ايه رايك؟ هم قرصين منوم جابوا دماغه. انت متاكد انه مش هيصحى قبل الفرح؟ مش هيصحى قبل شهرين، يكون صاحبك ما لقاش عروسه غيرك، والله لاقين على بعض. فريده، فارس، اي خدمه. مش هتاكل بعقلي حلاوه، والله ولا جنيه هتاخده قبل ما اتاكد من الفرح ده هيبوظ النهارده. حرام عليكي بقى، انا انت هاخد منك فلوس. يا ادهم لازم اعرف المعزوم ده راح فين بالظبط. انت اللي لبستيني القراص. غلاب سوبر مان ده غلاب. يا متر غلاب، يا متر غلاب بالعقل كده، ايه اللي هيجيب المأذون هنا في اوضه الشنط؟ كل راح فين يعني يا ادهم؟ انا انفي البوليسيه بتقول انه اختفى بفعل فاعل. مع احترام الانفك البوليسيه، انا حاسس المره دي وسعت منك. ايه ده؟ انت بتشخر انت صاحي؟ ولا حتى وانا نايم؟ لا كده غلط يا ادهم. ليه؟ لا موضوع الشيخ ده انت شاب، ما لما تكبر تحصل لك ايه؟ يا فندم ما شخرتش. لا عيب كده. الله بتشخر تاني وانت صاحي؟ والله ما انا. ايه يا ادهم انا مش مصدقك. ثانية واحدة يا فندم. انفك البوليسية معايا؟ ايوه. شفت؟ مش انا قلت لك؟ اختفى بفعل فاعل. حضرتك صح، انا هصحيه، هو اسمه ايه؟ المأذون. هنسميه ايه؟ باين شعيب ولا عنده ابن اسمه اشعب؟ اشعب او اشعث حاجه كده. ابو اشعب، اصحى ابو اشعب. روكين يا بنات الحبيبه شعيبه. شعيبه؟ مولانا وحشتني يا ابن الغالي شعبوب. مولانا شعبوب؟ مولانا وانت يا زوجاتي الغاليه شعبيه. ده البيت كله بحرف الشين. جرده الميه. جرده الميه وزاز بيبس نرجها وفي وشه. حاضر. عشان ده مش هيفوق غير بالبيبس. حاضر يا فندم. لا اله الا الله. والله يا مروة المكان رائع رائع فوق الرائع كمان، مخدات ببلاش، بشاكير ببلاش، كل حاجة حلوة. لا بس الأوضة مش ببلاش، بس لو أنت جاية الأوضة محجوزة مش هنختلف يعني. هي يا بنتي الأوضة موجودة 1200، بس يعني شوفي أنت هتدفعي كم مش هنختلف. أنت أختي، أنت أختي، أنت فاهمة يعني إيه؟ والله ما هردلك كلمة إلا هتدفع. أنت لسه ما لبستيش فستان الفرح اللي بعتولك مع الخياطة؟ طب سلام يا مروة دلوقتي، سلام. يا فارس ما لبستوش، ما عجبنيش رجعته لها وخدت الفلوس اللي انت اديتها لها. والله العظيم كنت عارف انك هتعملي كده. ما لازم اعمل كده، لازم. امال هعمل زيك اروح ادفع قد كده في بدله هلبسها يوم واحد؟ صح، المفروض الواحد يلبس في الفرح بيجامه لذيذه كده. بقول لك ايه يا فروس، احنا هنتجوز دلوقتي؟ المتر غلاب بيدور على المأذون، ادعي معايا كده يا رب ما يلاقيه. برضه مأذون؟ انا مش فاهمه بصراحه، انا مش فاهمه، مش قادره افهمك بصراحه. يعني لو انت كده كده مصر تصرف كنا رحنا اتجوزنا في المحكمه وفلوس المأذون دي اديها لنا، انا اولى بيها. اخيرا اخيرا لقيت المأذون نايم ما بين الشنط. والله العظيم يا فارس 3 جلاد الميه، بس الحمد لله يعني الحمد لله. الله يسامحه بقى اللي نايم من المأذون. هو مين اللي نايمه؟ مش وقت الكلام دلوقتي يا فارس، يلا خلي المأذون يكتب كاتب كتاب قبل ما ينام تاني. استنى يا متر لو سمحت، سيب مولانا يفوق على مهله على ما تخطب انا وفارس شويه. تعالى. نعم يا اختي، ما انا مفهمك من الاول ان ما عنديش وقت. هو ده اللي قلقني، هو ده اللي قلقني يا متر. انا مش عايزه اتكروت في اول جوازه في حياتي ابدا، وبعدين مع كامل احترامي انا محتاجه ادرس اخلاقك الاول. اتكلم يا غلام. اقولها ايه يا حاتمه؟ يا حاتمه هانم، انا مش فاهم بس ايه اللي جاب موضوع الخطوبه دلوقتي وانتوا في ليله فرحكم؟ يعني غريبه شويه. اتكلم بصراحه؟ اتفضلي. انا شاكه
ان فارس بخيل حبتين. هوبا بخيل ده اللي هو انا اللي هو انا. طب ايه رايك بقى ان انا عاصر على نفسك؟ بقول لك ايه، انت عاصر على نفسك كل الفل والياسمين، انت زي الفل، ما تضيعش عروسه مننا. ها وعصبي بخيل وعصبي. معاكي معاكي في عصبي دي، عصبي وهيتعالج وهيبقى زي الفل، وان شاء الله يعني انت هتتجوزها وهي تبقى عروستك. ما تقولش عروسه. بص عليا بص لفوق وشوف عيني وشوف. رايح فين يا خلبوص؟ هو انت يا جدع انت ما وراكش غيري؟ الف مبروك يا عم، حتما وافقت انك انتوا تخطبوا بكره وتتجوزوا بعد بكره. يعني ايه؟ هتدرس اخلاقي في يوم واحد؟ انا اللي اقنعتها، بس هجيب لها يعني خاتم سلوتير كده بنسبه الخطوبه. ما انا جايب لها شبكه الماز. لا هي بتقول ان الشبكه حاجه وخاتم السلوتير بتاع الخطوبه حاجه تانية. وطبعا انت وافقت بالنيابه عني. وانت عايز اقول لها انك انت بخيل ونوتي؟ دي هي اللي بخيله وستين بخيله. الله العظيم عارف والبلد ده يشهد عليها، بس هنعمل ايه؟ مفيش غيرها. بص احنا ممكن نعالجها بعد الجواز. لا تتعالج الاول وبعدين نتجوز. بقول لك ايه، انت شكلك كده عايز يخسر 28 مليون. 28 ايه؟ يا عم هما 30 مليون. الله، وال5% بتوعي نسيتهم ولا ايه؟ ال5% مليون ونص. طب والخاتم الالماز والشبكه واللازم منه؟ يعني هدفع قبل ما اقبض. لا اطمن خالص، انا مأمن نفسي كويس، انا همضيك على وساط امانه. اها يخرب بيت دماغك، هو انا يا اما الجواز يا اما الحبس؟ اديك قلتها. لا مش هتجوزها غير لما تتعالج الاول. ممكن اعرف مين حضرتك؟ حضرتك يا فندم انا ده. اوعى ايدك. ايه دكتور امجد؟ مين دكتور امجد يعني؟ يا فندم انا دكتور امجد، دكتور الاوتيل، وتقدر تقولي ان انا شغال هنا بقالي يومين كده. دكتور نفساني يعني؟ بص يا فندم، هو انا تقريبا في الاوتيل ده هلعب كل الالعاب، يعني هلعب شويه نفساني وشويه جسماني. وتعرف فارس منين بقى يا وعيدة؟ دكتور أمجد يا فندم أنا طبيب العائلة، تقدري تقولي كده أنا اللي عالجت كل عيلته، كانت عندهم أمراض عضال وخفوا؟ الحمد لله ارتاحوا قوي وماتوا. يلا الله يرحمه. الله يرحمه. وفارس يعني ملقاش غيرك أنت اللي تعالجه من البخل ده؟ حضرتك أنا ملاحظ إن لهجتك معايا حادة وفيها شوية إهانة، وده كله مش مهم، انا بس عايز افهم من حضرتك، فارس مفهمك ان انا جاي اعالج مين بالظبط؟ لا هو فارس ما فهمنيش الحقيقه، هو المتر غلاب هو اللي فهمني انك جاي تعالج فارس من البخل. اه بصي يا فندم، تقدري تقولي ان انا جاي اظبطكم على بعض، بمعنى اصح اطبعكم على بعض عشان تجيبوا لنا ولد حلو كده ونكسب كلنا. ما عندكش فكره يا دكتور، ما عندكش فكره، انا مش مستعده ابدا اخاطر بنفسي في الجوازه دي، مش مستعدة اتجوز بني ادم بالبخل ده. بخيل. تخيل يا دكتور، تخيل انه مستخسر فيا ابيع الشبكة اللي هو جايبها لي. الشبكة؟ اه اللي هو جايبها لي. اللي هو جايبها لك بفلوسه. شبكتي اللي هو جايبها لي. ايوه بس بفلوسه. بس بتاعتي. بس بفلوسه. بتاعتي؟ خطيبته جايب لها شبكة. بص يا فندم، هو ده منطق مريب، بس منطق، ما اقدرش اتكلم. انا مش فاهمة فيها ايه. فيها ايه لما تجيب لي شبكة ابيعها استفيد بفلوسها؟ وبعدين الهديه لا ترد ولا تستحدث من العدم، معروفه يا فندم. ده كلام حكماء، ده حضرتك حكيمه. في حاجه؟ ده حضرتك بتبص على حاجه؟ دكتور حضرتك كويس؟ الحمد لله كويس. مرتاح؟ الكنبه دي بحبها قوي. مش على الكنبه. مال قصدي على اللي انت لابسه في رجليك. الراحه بتبدا من القدمين، معروفه. ايوه يعني بصي انا بشتكي شويه من الدوالي، بس الحمد لله هي ماشيه. عندي ليك حته حل، شبشب ابيض مبطن جميل، مقفول من قدام مفتوح من ورا، بيلبس جميع المقاسات. الخامه قطن. الله الله، فده ايه ده فعلا؟ وفي بشكير كمان متر 70 في متر 30 ابيض مبطن قطن. يعني طقم على بعضه بقى، ابقى بتغندر بالطقم. معجون حلاقه. انبوبه معجون سنان. ياه. فرشه سنان صغيره كده بيضة عشان تطقمها. انت حضرتك بياعه ولا ايه؟ حضرتك الحاجات دي اجيبها من القاهره؟ لا هي متوفره، هي موجوده هنا. حاجه بقى معاكي من القاهره؟ هي موجوده هنا.
لا موجوده هنا ازاي مش فاهم؟ موجوده في الغرفه هنا. في الغرفه بتاعتك جايباها معاكي بقى؟ لا هي موجوده لوحدها في الاوضه. نعم غرفتك؟ انت قصدك الحاجه اللي في الغرفه بتاعت الاوتيل؟ الغرفه بتاعتي. ايوه بس في الاوتيل. بس غرفتي شاري. ممكن نفكر في الموضوع ده بعدين. ده بتاعي انا. بعد كده يا فارس بجيب لها دكتور عشان تعالجها وتعرف تتجوزها. اتفضلي الشاحن. امسك. انت بتبص فيهم كده ليه؟ هي ناقصه؟ لا ناقصه ولا زايده. طب سيبك من ده. هو دكتور امجد لسه قاعد لحد دلوقتي مع حتمه دي؟ الله يكون في عونه. ده قاعد معاها بقاله 4 ساعات وطلبت غدا 5 مرات. يا ساتر يا رب. وهي بطنها تتحمل كل ده؟ لا ما هي بترجع الاكل وتاخد ثمنه كاش. الله اكبر. عايز اسالك على حاجه. اتفضلي. هي ممكن تتعالج بجد وفارس يتجوزها؟ والله ممكن. بس اقول لك على حاجه. ايه؟ انت العيب منك برضه. انت لو تلبسي كده لمستر فارس ها وتشيكي له كده ويقول لك صباح الخير يا فريده تقول له صباح النور يا سي فارس. لكن انت في يوم كده هي اللي عامله معاكي كده. اقول لك على حاجه حلوه؟ قول. ابعتي له بوسه على الواتس وامسحيها على طول، قول له معلش ما كانش قصدي، انا كان قصدي سعيد البنمن. اتلم يالا. كده كده غزو بيا غزو بيا عشان يتغاظ كده. امشي اطلع بره. خلاص. خليك انت كده بقى في السيلفي اندبندنت وومن وتقعدي تكتبي بوستات على الفيسبوك واللي تيجي تلطف وتعطف تخطفه بعد اذنك. انا مش فاهم بس 5 ساعات بحالهم مع الدكتور ليه؟ عايزك تهدى خالص. انا متفق معاه على جلسه واحده يعالجها النهارده وتتجوزه بكره. خلينا نخلص بقى. جلسه واحده مع حاتمه دي عايزه 5 سنين يا اخي. احنا بخير بقى. لا فهمني، اوعى تكون عايز تهرب زي الجوازه اللي فاتت. اه دكتور وصل. جود افترنون مستر. جود افترنون مستر. اهلا يا مساتر. يا ساتر. طمنا يا دكتور، حاتمه عملت فيك ايه؟ قصدي يعني انت عملت معاها ايه؟ ياه حاتمه دي شخصيه مرهميه قوي. مرهميه جدا، مزيله لاي تكلف. قصدي مزيله لاي تكاليف يعني. لطيفه خالص. مرهميه وجميله خالص. ايوه مستر فارس. معلش انا اسف بس حضرتك محتاج يعني تحل كيسك شويه. على فكره الكفن ملوش جيوب. انا برضو اللي احل الكيس ده. انا كاتب على نفسي وصل امانه عشان اجيب لها الشبكه. عادي جدا يا فندم. عادي، ما دي وليه. هتيجي على حق الوليه؟ مش معقول يا فندم. وبعدين انا مش شايف المهر اللي انت دافعه ده اكسبنسيف خالص على فكره. ده عادي، ده اقل من العادي. والله العظيم انت دكتور بتفهم. دكتور بتفهم دكتور وبتفهم مع بعض. سبحان الله. يعني كده حاتمه تمام خفت وهتتجوز من بكره صح يا فندم؟ وبشكل حاتم، حاتمة ما كانتش مريضة أصلاً. بس للأسف مش هتقدر تتجوز مستر فارس دلوقتي قبل ما نعمل له عملية بتر. بتر؟ لا ما تخافش، بتر اللي شوية البخل اللي طالعين عندك. على فكرة في شوية بخل تحت الباط. يا سلام. طبعاً هي اللي فهمتك كده. الحق، ده عنده مشكلة في الثبات الانفعالي. تعمل كده؟ تعمل بقول لك إيه؟ بقول لك إيه يا دكتور؟ أنت أنا مش فاهمك. أنا حاسس إنك مش دكتور أصلاً، وأنت كمان مش محامي. مالكش دعوة بالثبات الانفعالي بتاعي. الحق، ارجع ورا، ابعد عنه. ابعد، ده عنده مشكلة عقدة اضطهاد، عنده بارانويد. بقول لك ايه؟ ظبطوا لنا في جلسة واحدة. جلسة واحدة بس؟ أنت بتقول له إيه؟ لا 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 مفيش حاجة، أنا بقول له عايزين نتعشى، أنا عازم على عشاء مع المحضر. أوه، حضرتك قلت عشاء؟ إيه اللفظ اللطيف ده؟ أنت جريت طريقي قوي. معلش بس عندي سؤال كده. اتفضل. هو العشاء هنا بكام؟ أنت مال حضرتك؟ إحنا اللي عازمينك يا فندم، عازمينك يا دكتور، ما تقلقش ما تقلقش. يا فندم ما أنا عارف إن أنت عازمني. ده طبيعي، ده الشور، ده العادي. بس جلستي مع حاتمة غيرت جوايا حاجات كتيرة قوي، خلتني أشوف الدنيا من منظور تاني. مستر فارس أنا عايز حقي ناشف. ناشف؟ بركاتك يا حاتمة. وما تنساش فلوس الديزرت. إيه ده بقى؟ عايزين نخلص جوازة وتخلص. أنت متأكدة إن كل الشنط دي بتاعتك؟ امال ايه يعني سالفاهم من الاوضه اللي جنبي؟ بس انت كنت جايه بشنطه واحده وتقريبا كانت فاضيه. احسد بقى شنطي، احسدها. اوعى تكوني بتحطي الاكل بتاع البوفيه في الشنط ديت. هو انتوا عندكوا اكل في البوفيه؟ هو انتوا اصلا عندكوا بوفيه؟
حتمة ايه؟ انت ماشية؟ ماشية ومش هرجع قبل ما تعالج فارس من البخل اللي هو فيه. عندك حق، عندك حق، انا لازم اعالجه. اوعدك يا ميس حتمة ان انا لازم اعالجه. ما هو انا لازم اعمل حاجة صح في حياتي. برافو عليك حتمة. انا عايز اشكرك لاني خليتيني اشوف الدنيا من منظور جديد، منظور اضيق. احرص احقر. لا شكر على وجهك. ايه العفو. شكرا. طب شكرا مفيش مقابل؟ مش علمتك حاجه استاذه؟ والله كنت متوقع منك الحركه دي. احلى تفاحه ضربتها من البوفيه عشان تصاحبك في الرحله. حتمة على فكره الكنز في الرحله.